لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية كلكم حافظينها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة كتب بمعنى فرض، كلمة كتب تفيد معنى آخر. لا تظنوا حاكم أنتم لعب الصوم، كل الأجيال قبلكم كانت صوم، كل الأمم التي كانت قبلكم كانت صوم. كان الصيام على كل الخلق، فالمسلمين اختصوا بقسم من الصيام، وما تبقى كلنا عم يصوم كلنا على حسبه. الصوم ما هو وما غايته؟ الصوم هل المقصود منه الجوع والعطش بعض ساعات بعدين نرجع من عبي لحتى ما عاد نحسن نصلي تراويح، ما عاد نحسن ناخذ نفس داخلكم شبه والله، لأنه لقيت حالي جوعان أكلت عبيت بطني ما عاد حسنت أخذ نفس؟ هل المقصود هذا من الصيام؟ لا. إذا كان الصيام عن الطعام والشراب، معظم الوحوش بتصوم، انتوا اقصى حد بتصوموا 12 13 ساعة بعدين نعبي بطننا من طالع الخمير والفطير. اما لو سألنا بعض الوحوش كم ساعة بيصوموا؟ 3 أشهر لا طعام ولا شرب. هذول الوحوش هل ما مكلفين بالصيام؟ 3 أشهر بلا طعام ولا شرب، فأنتم بتصوموا كم ساعة منفكرين حالنا إنه قاضين غرض يا أخي عم نصوم نحن؟ هل تعلم لماذا تصوم؟ في برا بأوروبا مستشفيات اختصاصها في الصوم، الطبيب ما بيعالج ولا بيعطي دواء، بيحط المريض عنده بالمستشفى حمية كاملة على الماء فقط. أنا جربت مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ومرة 60 يوم على الماء. رحت للطبيب قال لي شلون انت حاسن توقف على وجه الارض ضغطك العالي 3؟ لانه عمل مرهق وما فاضي يشرب مي، هذا كان المرض. فالصيام امر الهي، لكن ليس عن الطعام والشراب فحسب. انا صايم، تعرفوا كم سنة إلي صايم ليلا ونهارا؟ مو بصوم من على السحور للفطور على الفطور بعبي بطني، لا لا لا، ليلا ونهارا صايم الدهر. صار لي شي 60 سنة ما فطرت ليلا ونهارا. مين منكم عنده استعداد يصوم هذا الصيام ليلا ونهارا؟ ما عن الاكل والشرب، الاكل والشرب الاطار شبعانه، الجردين شبعانه، لكن عن ايش صايم؟ انا صايم الصيام الحقيقي، الصيام تبعكم صيام الصوره، بس بنهار نجوح حالنا ونعطش حالنا وعشية لساننا فلتان.
إذا قلت لكم أنا من 60 سنة إلى الآن ما صدر على لساني كذبة، لا صغيرة ولا كبيرة، أليس هذا صيام؟ أو الصيام بس نجوي حالنا كم ساعة وبعدين نأكل؟ من 60 سنة إلى الآن ما إنسان سمع من فمي كلمة على إنسان ما الغيبة مباحة في رمضان، مباحة. راح نسترجع حالة من الحالات، السيدة عائشة زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله يقول صفية ذات أخلاق، هدوء، صبر، تأني، فستنا عائشة امرأة وضرتها، قالت يا رسول الله يكفيها أنها قصيرة؟ شو حكيت؟ الواقع كانت السيدة صفية قصيرة القامة، والسيدة عائشة عم تقول بكفيها أنه هي قصيرة. هاي الكلمة غيبة، ضرة عم تحكي عن ضرتها، قصيرة قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إنك قلت كلمة لو وقعت في بحر لأنتنته. يا رسول الله أنا شو ساويت؟ أنا ما قلت إلا ما فيها. قال لو قلت غير ما فيها لبهتيها. كلمة قصيرة لو وقعت في بحر لأنتنت البحر، مع العلم إنه البحر ما في شيء يخليه أنتن لأنه المي تبعه مالحة، وكل شيء مأنتن حط عليه ملح بيروح الأنتان منه. فمية البحر مع أنها مالحة ألا لو وقعت هذه الكلمة في بحر لأنتنت البحر. فأديش عظيمة بنظر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الغيبة. نحن الآن ما منقول عن فلان قصير وفلان طويل، لا، خرب بيته ما كان يشبع، لك فاتح بطنه من قبل الصبح بتلاقيه بالدكان، شو صاير له؟ يريح حاله شوية. هالكلام هذا غيبة ولا ما غيبة؟ وهذا بيجوز شرعا؟ فلا تنغر بصيامك عن الطعام والشراب بضع ساعات، فكر بأنك تصوم الصوم الحقيقي، تحمي لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب والغش. اليوم الغش ببلدنا صار شبه طبيعي، الكاسة منقورة، أعوذ بالله، ما فيها جليكة، تفرد، ما فيها بلا، بجمل الأسود بساويه أبيض بشان بيعه وقبض حقه. هذا موجود ولا ما موجود؟ في إنسان اليوم بيزين بيحط الوزن بهدوء على الميزان، بخبطها خبط على الميزان، طبشت يلا قيمة. أي وزن خدها من عند اللحام من عند السمان حطها بالميزان عندك بتلاقيها راجعة لورا. أليس هذا غش؟ هذول الله حكى لهم والكلام إلهم، مو إلي أنا، ما دخلني،
هذا الكلام لهم. قال لهم ولي على آمتكم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا الوزن لهم يطفشوها يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم. خلي أراجع على ورا شوية، حكيت لواحد عبدين كيلو سكر، معلش يخلي يكون العين بالعين، قال لي ما بحسين، قلت له ليش؟ قال لي الكيس 50 كيلو، إذا كل كيلو أخذ غرامين 50 كيلو من أصول 100 غرام بتحط حقها من جيبتي. قلت له الله يرحم أهل أول، كان يقول له طبش له، يقول له معلمي زاد كثير، يقول له ابني طبش له، البركة بالتطبيش، لما الميزان بيطبش الله بيجعل البركة، وما منختار ابني طبش. هيك كانوا العهود السابقة يلي قبلنا نحن، أما جبالنا اليوم لازم تكون كفة راجعة لورا. إذا كان صايم والكفة راجعة لورا، يا ترى أنو أحسن، إفطاره أو صيامه؟ إذا بطل الناس طالوا عن دينه، ما هو بالأصل طالع عن دينه نهائيا؟ وعبقول شوفوني أنا صايم، لا تنغروا بالصيام، الصيام إن لم يكن له توابعه فليس هو صيام. الشيخي أنت منين لك حتحكي الكلام؟ في عندك دليل شرعي؟ عفوا معكم حق، لأرجع شوف في شيء دليل شرعي. عليه الصلاة والسلام يقول وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من مصل ليس له من صلاته إلا القيام والسهر، التعب والسهر. شو يعني؟ يعني الصلاة اللي عم نصليها ما فيها غير تعب وسهر، ما فيها لها أجر؟ مين منكم واثق بأنه صلاته له فيها أجر عند الله؟ من منكم إذا وقف في الصلاة يناجي ربه الحمد لله رب العالمين ويسمع نداء ربه مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين؟ وين نحن عايشين؟ الصيام عن الأكل والشرب فقط، الدبب بتصوم. أما أنت كإنسان بني آدم ما بتكتفي بصيام عن الطعام والشراب، بدك تصوم عن كل ما لا يرضي الله. ثم سؤال أنا محيرني، حضرة الله عز وجل موجود الآن بيننا؟ ما بعد موجود أستاذي؟ شايفه؟ إن إحنا ما عم نآمن غير من موجود. إذا أنت بدك تعمل غرض ناقص وقدامك زلمة بتستحي منه، وإذا كان ما في زلمة قدامك ربي يسير، ما عندك استعداد تفكر بأن الله يراك حيث كنت. ورب العالمين قال وهو معكم أينما كنتم. هل تستحي من الله إذا بدك تصرف أي تصرف؟ أي تصرف قريب أو بعيد، بالمال أو بالبدن أو بأي نوع، هل تعلم بأن الله يراك؟ فإذا كنت تعلم بأن الله يراك، ممكن يطلع من ثم كلمة بغير محلة؟ محمد شو أنت دابة؟ بيجوز الواحد يحكي الكلمة مع العلم؟ أنا ما حكيت كلمة غلطة، ديروا بالكم، أنا عم بسأل سؤال، أنت دابة؟ أنت دابة يا محمد؟ قال نعم.
ما حكيت كلمة غلط أنا؟ مين منكم ماله دابة؟ كل ما يدب على الأرض فهو دابة. لكن لما بنسمع كلمة غريبة ما نعد فيها، تعالوا اسمعوا شو حكى، نحمل طبول وزمور. لكن انت بتعمل 500 ناقصة مع حضرة الله عز وجل، ما عم بيخطر لبالك بأن الله يراك ويراقبك وهو معكم أينما كنتم. بالفرشة هو معك، وصايم هو معك، مفطر هو معك. سئلت سؤال انه انت عبادتك في رمضان قديش بتزيد عن غير رمضان؟ قلت انا ما عندي عبادة برمضان، عبادتي التي انا احافظ عليها كل ايام السنة هي برمضان، ما عندي عبادة زايدة برمضان. صلاة التهجد هذا فرض علينا. مشايخنا الله يرضى عنهم بيقولوا قيام الليل سنة، أنا بقول قيام الليل فرض. ومشتهي أن أجد عالم يرد علي إلي هذا مو فرض سنة. ومن الليل، هي من للتبعيض يعني من بعض الليل، فتهجد. فهي كلمة فتهجد اسم ولا فعل؟ فعل ماضي ما مضارع. فتهجد به بالليل نافلة لك، يعني أعصني ظن أنك عم صلي لله، الله ما له عودك، نافلة لك تجد أثرها في حياتك. فإذا القرآن عم يقول نافلة لك فتهجد، نحسن نقول لي سنة؟ الأمر الإلهي سنة ولا فرض؟ ممكن البعض يصدوا برمضان 8 ركعات وبيهربوا. أنا أقول بصراحة إنه الترويح كلها ما لزوم، وإذا ما صلي الترويح كليتها الله ما راح يحطك بجهنم. لكن برهن على أنك تحب الله. إذا بتحبه بتوقف الوقفة التي وقفها الصحابة الكرام اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلي هال20 ركعة، يا ترى شو خسران؟ النبي كم ركعة صلى التراويح؟ صلى 20 و40 و60 و80 ركعة. نحن حفظنا آخر واحد بس، و8 ركعات هدول حاجتنا بكفونا. بكرة كل واحد منكم لما يصل إلى قبره بيتمنى تسبيحة واحدة لو فايته يا ريتها كانت حتى تنقذه بين يدي الله. مو ركعات، وكل ركعتين بتصليهن مع الإمام تجد أنوار هذه الركيعات في قبرك ويوم السؤال والجواب. فأنت في غنى عن هذا؟ أنا تجاوزت 100، لكن إذا قلت لكم من 70 سنة إلى الآن ما فاتني 20 ركعة. وإلى الآن واقف أنا غصبا عني من آلامي، لكن إذا إجاني أمر في 100,000 ليرة بواقف ولا ما بواقف؟ والله 100,000 ليرة بتوقف لهم؟ لا والله، أنا عندي ركعتين خير من 100,000 ليرة، خير من 1,000,000 ليرة سوري، لأنه 1,000,000 زائلة، أما الركعتين باقيات في حسابي أنا. وبكرة لما بتطلع الدفاتر طالعوا بالدفاتر
بشر كل واقفين في المحشر نادوا لفلان تعا 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 انت عم تشوف بالدفاتر لقينا كلهم علاماتك عشرات، خذوا بين الناس ما بسحبوه. والذي ورد هذول العشرة المتقدمين هذي بيصلوا العشرين والثلاثين ولا فرمحون طالما مع الله ما بيهمه، قال نجدهم غدا على منابر من نور. يقال هؤلاء ملائكة مقربون أو أنبياء مرسلون؟ يقال هؤلاء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يسبقون الوضوء على الوضوء ويحافظون على صلاة النوافل. وأملي بفضل الله وكرم الله أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلكم مو بالعشرين، عشرين وعشرين لحالهم بالبيت، الوقت كله خلينا صرف في الصلاة. معنى صلاة يعني الصلة مع الله عز وجل، بدك تعود انت والله. ولما توقف الصلاة بالليل وبتناجيه بيكون هو واقف امامك وعم يسمعك وعم يسجل لك، الملك عم يسجل، والله سبحانه وتعالى يلهمك الصواب، بعدين بيعطيك راحة القلب. وإذا قلبك مرتاح والدنيا كلها تراحت ما لقيمة. أما إذا كان كل الدنيا إجت وقلبك تعبان شو بتساوي الدنيا؟ وبكرة أنا أعتقد اليوم شو اليوم؟ السبت، الأحد، الاثنين، يمكن بعد أسبوع يوم الأحد تكونوا كلكم أموات، ممكن ولا ما ممكن؟ فقدر إنه بكرة ميت، الدنيا كلها من أول لآخر شو بتساوي؟ فزرعوا للدار الآخرة، لأنكم غدا ستلقون ربكم في الدار الآخرة، وستنتقلون من هذا العالم إلى عالم بطن الأرض. تعالوا في قبوركم. أنا بعتقد، أنا مرة سألت بالدرس يلي بيحبوني يرفعوا أصابعهم، رفعوا أصابعهم، قلت له أنا اللي بيحبني بيقعد عندي 24 ساعة بالقبر بيونسني، وما عاد حدا رفع أصابعه. لا تنغروا بالظواهر والأمور، فكروا ببواطن الأمور. وغدا سنقف بين يدي الله ونسأل عن كل صغيرة وكبيرة. فأنا بنصحكم لا حدا يقوم ويطلع من الجامع بعد 8 ركعات، كملون على 20، والمرابح هنيك لا تعطوني منها شيء، خليها لكم الله يبارك لكم. أما أنا ما بصلي إلا 20، ولو كنت مريض حملوني 2 حطوني بالجامعة بكرسي وصليت 20 وما تركت 20. ليش؟ لأنه عندي ثقة بالفضل الإلهي بأنه ما بيضيع لي الثواني. بعد 20 ركعة بيضيعون علينا. وأسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. أنا يمكن تجاوزت الحد.